بسم الله، اخباركم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مهندس محمد سلامة. امس هنبدأ النهاردة ان شاء الله اوائل الدروس بتاعتنا في تصطيب البرامج الهندسية. هنبدأ ببرنامج الماكس، بما اننا عملنا تصويت على الجروب وكان اكتر الناس عايزة تتعلم او عايزة تعرف معلومات جديدة عن ال 3 دي ماكس. طيب هنبدأ النهاردة مع اوائل المحاضرات الخاصة بالجروب. لو في اي حد عنده موضوع معين عايز يتكلم فيه في اي برنامج او اي حاجة، يا ريت تكتب لنا بحيث ان احنا اللي يقدر يفيده يقدر ان هو يعمل، او يقدر يعني يعمل درس او يسجل حاجة يعملها ويحطها على الجروب عشان نفيد الناس كلها. طيب النهاردة هنسطب ال 3 دي ماكس للناس اللي متعرفش تسطبه، وهنسطب الفي راي، وهنفعل البرنامج بحيث ان ميبقاش فيه اي مشكلة مع الفي راي او في اي مشكلة مع التفعيل او اي مشكلة هتواجه الطالب او حتى المهندس الخريج. طيب نبدأ بسم الله. أول حاجة معايا هفتح الفايل، ممكن لو بتنزلوه من على الإنترنت تلاقوا الملف أيزو. طبعا ممكن تفكوا الأيزو من الوين رار عادي جدا، أو ممكن تنسخوه على اسطوانة وتنزلوه من الاسطوانة، بس طبعا بيفضل إن احنا نفك الفايل يبقى ملف زي ده كده. نفتح الملف اللي أنا بقوله دوت، أنا هسطب نسخة 2015. تمام، اللي انا بقوله بيتطبق على من 2011 ل 2018، نفس النسخ يعني طريقة التسطيب واحدة، حتى طريقة السيت اب بتاع الكراك او التفعيل تعتبر بنسبة 90% واحدة. ولو في اي حد واجه اي مشكلة يكتب لنا على الجروب واحنا هنبدأ نحلها معاه ان شاء الله يعني. طيب هنبدأ اول حاجة نفتح ملف السيت اب بتاع البرنامج. هنلاحظ كده ان البرنامج بدأ يشتغل معانا، بدأ في اعدادات السيت اب بتاعته. طبعا انا شغال على ويندوز وهمي معمول مخصوص عشان الموضوع دوت، عشان اعرف انزل برامج من جديد بدل ما تعمل الموضوع على الجهاز بتاعك وانت اصلا مسطب البرامج فتقعد تمسح وتنزلها من جديد. لا، في برامج بتعمل لك نظام وهمي تقدر ان انت تسطب عليه برامج من جديد وتشرح عليه برامج وتعمل كل اللي نفسك فيه كأنه ويندوز من الصفر تماما. زي ما احنا شايفين هنا هيظهر لنا الرسالة دي، هنبدأ نعمل انستول للبرنامج. طبعا من هنا ممكن نختار من هنا ايجيبت، تمام. بعد كده هنختار اي اكسبت، بعد كده نيكست. طبعا هيظهر لنا الرسالة دي. الرسالة دي في بعض الأحيان في ناس ما تعرفش إيه هي، بس الموضوع ما فيه إن هو هنا هيطلب منك سيريال نمبر، والسيريال نمبر دايما احفظوه في كل أوتو ديسك معروف يعني، ومن وإحنا من 8 9 سنين عارفينه، هو 6 6 6 6 9 6 9 6 9 6 9. تمام، هتلاقي أوتوماتيك عمل لك صح جنبه. طب بالنسبة للبرودكت كي، هتلاقوا في نفس الفايل بتاع ال 3 دي ماكس أيا كان النسخة اللي أنتم منزلينها هتلاقوا فيه فايل كراك. في فايل الكراك ده هتلاقوا فيه فايل اسمه انستول. هنفتح الفايل ده هتلاقوا فيه البرودكت كي بتاعته هنا اهي زي ما احنا شايفين. هناخد الرقم ده زي ما احنا شايفين اهو، هناخد الرقم اللي قدام البرودكت كي ده وهنحطه في البرنامج عادي جدا، كنترول سي كنترول في. تمام، هنلاقي عمل علامة صح. طب افرض ان انا نزلت البرنامج وما لقيتش البرودكت كي ده، بكل سهولة هتدخل على جوجل وتكتب اسم البرنامج وجنبه برودكت، طبعا اسم البرنامج وجنبه اصدار البرنامج وجنبه برودكت كي، هتلاقي اول لينك هيظهر لك فيه كل البرودكت كيز بتاعه شركه اوتو ديسك او البرامج بتاعه شركه اوتو ديسك. بعد كده هنعمل نيكست. هنا بيقول لنا المكان اللي انت عايز تحفظ فيه البرنامج، فانا هبدا اقول له ان لو انت عندك السي مليان، طبعا يفضل ان انت تختار مكان يكون فاضي فيه ما لا يقل عن 20 جيجا، لان انت لسه انا يعني ال 3 دي ماكس لسه ليه فورست باك ولسه فيه في راي في مكتبه الفي راي، ففي ناس بتحط كل الحاجات بتاعته على السي، فطبعا مش عايزين اقل من 20 جيجا مثلا علشان تعرف تسطب البرنامج كويس بالملحقات بتاعته. انما لو ما فيش عندك مساحه يفضل ان انت تختار مكان جديد، تمام، او بارتيشن تاني يعني. بعد كده هنضغط انستول، هيبدا البرنامج ينزل عادي جدا. ملحوظه، يا ريت يبقى النت شغال، يا ريت يبقى عندنا انترنت شغال واحنا بنسطب البرنامج، لان هو بيتطلب بعض المتطلبات او بيعوز بعض الحزم زي النت فروم ورك وران تايم والحاجات دي، بيضطر ان هو ينزلها من على الانترنت لان هي ممكن ما تكونش موجوده مع البرنامج، فبيضطر ان هو ينزل احدث اصدار منها من على الانترنت.
فعشان ما تواجهش مشاكل في التسطيب يعني، يا ريت انت يبقى الانترنت شغال وانت بتسطب. طيب هخليه يخلص تسطيب وبعد كده هرجع لكم تاني في الفيديو. وزي ما احنا شايفين دلوقتي البرنامج خلص سيت اب خلاص، وممكن عندكم تلاقوا فيه حاجات اكتر من دي اتسطبت عندكم يعني، لان انا كنت مسطبه قبل كده ومسحته عشان كان فيه مشكله ورجعت سطبه تاني. تمام. طيب على العموم هتلاقي كلمه فينش خلاص ضغطنا عليها. نركز بقى في اللي جاي دوت، ده ازاي نقدر ان احنا نسطب الكراك بتاعه او الكيجن بتاعه. تمام. زي ما احنا شايفين كده اول ما بنفتح البرنامج بيظهر معانا القائمه دي، هنقول له هنا هنختار الاختيار اللي هو موافق على القواعد بتاعت البرنامج، وبعد كده اقول اي اجري. طيب هتبدأ تظهر معايا القائمة دي، هختار اكتف. هيظهر معايا القائمة دي. تمام. القائمة دي انا مش عايز منها اي حاجة، كل اللي هطلبه منكم ان انتوا تقفلوها. لاحظوا ظهرت معايا قائمة الاكتف تاني، هنختار تاني اكتف. هتظهر لي القايمة دي. مجرد ما تظهر القايمة دي هنفتح الفايل اللي مرفق مع البرنامج اللي هو كراك، ايا كان النسخة هتلاقوا فيه فايل معاكو اسمه كراك لو انتم منزلينها بالكراك بتاعه. وهتبدأ تختار النسخة بتاعت الجهاز بتاعك، اذا كان الجهاز بتاعك 86 او 32 ولا 64. طبعا الجهاز عندي 64، هفك الفايل ده زي ما احنا شايفين الفايل اهو. هفتح الفايل ولازم افتح الكراك دوت بالادمنستريتور، ممكن الفيروس عندك او الانتي فيروس عندك سوري يلقطه كفيروس، فانت ممكن تقفل الانتي فيروس عن الثواني دي بس لحد ما ايه لحد ما تفعل البرنامج. كليك يمين عليه وهتختار run as administrator، دي مهمة جدا run as administrator. تمام. زي ما احنا شايفين ظهر معايا الاكس فورس او التفعيل بتاع البرامج اللي خاصه بشركه اوتوديسك ال 2015 بالكامل، اذا ايا كان بقى ريفيت او اوتوكاد او اي حاجه، هو الكراك ده هيفعل اي نسخه من اي نسخه برامج خاصه باوتوديسك لسنه 2015. تمام. طيب واحده واحده بقى هنمشي مع الموضوع كده بالترتيب. قبل ما اعمل اي حاجه والقائمه دي مفتوحه واتاكد ان هي مفتوحه معايا، هضغط على كلمه باتش. لاحظوا لما ضغطت على كلمة باتش قال لي successful patched. تمام. خلاص كده ان التفعيل هو حاطط الباتش بتاعه في الفايل بتاع البرنامج. اوكي. هبدأ دلوقتي اخد الريكوست كود ده، هاخده كنترول سي لان هنا مفيش نسخ، فهحدد عليه بالماوس عادي واخده كنترول سي. بعد كده هاجي هنا على الريكوست اللي في البرنامج واحدد على ده كله وامسحه واحط كنترول في اللي انا جبته من هنا. تمام. كل اللي هعمله بعد ما حطيت دوت خلاص وعملت له بيست هنا، هقوله جنريت، هيبدأ يظهر لي رقم جديد تحت طويل كده. الرقم ده كل اللي هعمله ان انا هضغط عليه مرتين، هاخده كنترول سي من هنا وهاجي هنا هختار العلامة التانية، هقوله ان انا معايا، ايوه انا معايا السيريال نمبر او معايا الاكتيفيت بتاع البرنامج. بعد كده هقف على اول مربع واضغط كنترول في، هيبدأ يضيف لي كل السيريال اللي انا جبته مرة واحدة في المربعات. اوكي هقول له نيكست. زي ما احنا شايفين قدامنا خلاص ده انا ما عدتش عايزه خلاص، زي ما انتم شايفين علامة الصح وكل حاجة تمام فينش خلاص، هو كده البرنامج اتفعل ومفيش اي مشكلة فيه. هنبدأ المرحلة التانية دلوقتي وهي ازاي نسطب الفي راي ومبقاش فيه اي مشكلة في البرنامج. اوكي طبعا احنا معانا الفي راي 43، بتنزل الفايل بيكون فيه البلاك ستورم بتاعه او الملفات الدي ال ال بتاعه التفعيل بتاعه وفايل السيت اب بتاعه. تمام. هبدا طبعا ان انا اشتغل واسطب الفي راي. زي ما احنا شايفين كده بدات الصفحه الاولى تظهر معايا، هقول له هنا اجري. طبعا من هنا هتاكد ان هو في نفس الروت او في نفس المكان اللي فيه فايل الماكس، يعني سي بروجرام فايل اوتوديسك 3 دي ماكس الاصدار بتاعك ايا كان بقى. تمام. ده اهم حاجه عندي، نتاكد ان هو ورك ستيشن. بعد كده نقول له انستول ناو. اوكي زي ما احنا شايفين هنا انا مش محتاج اي حاجه من دول، هشيل العلامات دي كلها. اوكي وهقول له هنا فينش. ممكن يظهر لي بعض الادوات المكمله للفي راي بس مش هحتاجها يعني.
طبعا هقفل المتصفح اللي هيظهر او الصفحة اللي هو عايزني اللي هيفتحها لي، وبكده يكون ال V-Ray نزل معانا مفيش اي مشكلة. تمام، هنبدأ دلوقتي اهم نقطة في ال V-Ray اللي هي التفعيل بتاعه علشان ما يواجهناش مشكلة في الماكس. هنلاقي طبعا فايل كراك موجود معاه، هنفك فايل كراك زي ما فكينا فايل كراك بتاع الماكس بالظبط زي ما احنا شايفين الفايل. النسخة دي من ال V-Ray البلاك ستورم عاملين زي أداة، مجرد ما تضغط عليها هي اوتوماتيك بتحط ملفات الـ DLL وبتبدلها وبتعمل كراك لوحدها. تمام، في بعض النسخ لازم انت تشيل ملفات الـ DLL وتحطها انت في مكانها في الـ V-Ray في السي او في التشوز جروب علشان تشتغل، طبعا حسب النسخة اللي معاك. لو انت معاك النسخة اللي فيها الـ DLL هظبطها لك، يعني بلغنا على الجروب وبإذن الله هنحاول ان احنا نقول لك الطريقة بالظبط الحاجة دي مكانها فين بالظبط في السي. اما لو معاك النسخة اللي هي اوتوماتيك على طول فده افضل طبعا. هنبدأ نشغل النسخة، هتيجي الاداة وتطلب منك بعض الاوامر. هيقول لك هنا اختار 3 دي ماكس 2015 رود اللي هو المكان اللي متسطب فيه 3 دي ماكس. طبعا احنا هنضغط هنا وهنختار السي وهنختار بروجرام فايل اوتو ديسك، هنلاقي طبعا هنا متسطب 3 دي ماكس. هختار بس فايل 3 دي ماكس. اوكي، هنا بيقول لك تشوز جروب فولدر، الفايل بتاع التشوز جروب. لو وقفنا اصلا على المكان المربع ده هتلاقيه بيقول لك المكان موجود فين، يعني لاحظوا هتلاقيه بيقول لي هنا ان هو في السي في البروجرام فايل في التشوز جروب، الا لو انت مغير مكانه. طبعا ما يفضلش انك تغير مكان، فاحنا هنضغط هنا نتاكد المكان بروجرام فايل تشوز جروب، هيدخل في السي بروجرام فايل وتشوز جروب. بس انا كل اللي عليا ان انا اختار الفايل ده، قول له اوكي، بعد كده اعمل له انستول زي ما احنا شايفين هنا بيقول لي سكسسفول. تمام، كل حاجه اتسطبت ومفيش اي مشكله. هنا بيقول ان النسخه دي هيبقى في مشكله معاها مع الفورست باك 4.3.6، بيتهيألي اصلا في فورست باك احدث منه فشغاله معاها تمام مفيش اي مشكله يعني. خلاص هخرج من الفايل ده، تمام مش محتاج بقى حاجة تاني. هروح دلوقتي افتح ال 3 دي ماكس. طبعا زي ما احنا شايفين كده البرنامج فتح معايا اهوت. الرسالة دي ممكن تظهر لك كل ما تيجي تفتح البرنامج، فانا هختار من هنا هشيل العلامة دي، اتأكد ان انا ضغط على المربع نفسه، هشيل العلامة اللي موجودة عليه واقفلها تاني. لاحظوا كده معايا ان هتلاقوا على الشمال هنا القائمة او التول بار بتاع ال V-Ray. طيب دلوقتي هو المفروض الفيري يتسطب وكل حاجة. لو ضغطت حرف الام وجيت من هنا وغيرت المودز خليته اول واحدة، لاحظوا معايا كده ان هنا هتلاقوا ان الماتيريال ستاندرد. طب انا عايز الديفولت، عايز الماتيريال الاساسية بتاعتي اول ما افتح الماكس تبقى الفي راي مش المنت راي. كل اللي هنعمله هنيجي هنا على كاستمايز وهنلاقي حاجة اسمها كاستم يو اي، هنختارها. هنلاقي مربعين عندنا، المربع اللي على الشمال دوت هنختار منه اخر حاجة، هننزل بده كده هنختار منه ماكس دوت في راي. تمام، ومن هنا هنختار لون البرنامج. لو انت حابب انك تشتغل على اللون الدارك ده اوكي سيبه زي ما هو، لو محتاج ان انت بتحب تشتغل على اللون الفاتح شوية بصراحة انا برجحه يعني، هتقول له هتختار اللايت وهتقول له ست. طبعا زي ما احنا شايفين هو بيحاول دلوقتي او هو دلوقتي بيحاول البرنامج بيغير لونه وبيظبط الاعدادات الداخليه الديفولت بتاعت الفي راي بتاعت الريندر اصلا. وبعد كده طبعا هيجي لي رساله دلوقتي بتقول ان احنا محتاجين نعمل ريستارت للبرنامج علشان يقبل الاضافات الجديده او يقبل التعديلات الجديده اللي انت طلبتها. زي ما احنا شايفين هي دي الرساله اللي بتقول لك يا ريت انك تراستر الماكس. هقول له اوكي وهقفل الماكس، هقول له دونت سيف وهفتحه تاني. زي ما احنا شايفين كده البرنامج فتح تاني، طبعا لونه اتغير بقى اللون الفاتح. هنا هنلاقي قائمتين، قائمة السيلكت باي نيم انا بصراحة ما برجحش ان هي تكون موجودة لو الشاشة بتاعتك صغيرة، فهنشدها من هنا كده ونمسحها خالص. ونيجي هنا برضو القائمة الفاضية دي لو انت عندك بلاجنز كتير وبتاع ممكن تحطها فيها، بس برضو انا مش محتاجها. اهم حاجة عندي قائمة الفي راي اللي موجودة على الشمال دي وبس، وقائمة السيلكت باي نيم انا بقدر اجيبها من هنا عادي جدا يعني مفيش مشكلة. طيب تعالوا بقى نتأكد نشوف إذا كان الفي راي اتسطب وهو الديفولت ولا لأ. هنضغط ام،
هنيجي برضو من هنا المودز، هنلاقي طبعا ظهرت معايا كرات الالوان اللي هي خاصة بالفيري. ساعات بنشوف الكرات دي عبارة عن كرات كتير، يعني اكتر من الستة دول. طبعا نقدر نخليهم اكتر من كده، لو ضغطنا كليك يمين على اي واحدة هنلاقي 3 في 2 او 5 في 3 او 6 في 4. فلو لاحظنا، لو جبنا اخر واحدة 6 في 4 هنلاحظ بنفس الشكل اللي احنا عايزينه. وهنا هنلاقي مكتوب الفيري ميتال اللي هي فيري ماتيريال. وبكده نكون سطبنا الماكس بالتفعيل بتاعه والفي ري بالتفعيل بتاعه، ومفيش اي مشكله واجهت. فيا ريت اللي مش مسطبه يسطبه عشان نبدا الدروس بتاعته واحده واحده. والدروس دي معموله مخصوص طبعا للجروب بتاع مهندسين سيناء 2018. لو في اي حد عنده اقتراح في حاجه جديده او في برنامج جديد او مشكله في التسطيب لاي برنامج او اي حاجه، يا ريت يكتبها لنا في الجروب ويعرفنا ايه هي، بحيث ان اللي يقدر يساعد يساعد. شكرا ليكم، ويا رب يعدي الفتره دي على خير.